طبعا الاوبستريك جينيكولوجي من التخصصات اللي تجمع بين الاشياء الجراحيه والباطنه، الميديكال سيرجيكال سبيشاليتي. طبعا من التخصصات اللي صراحه نادر نادر كثير احد يعني يكون عارف عنها او يكون مطلع كثير عنها، لأن من التخصصات اللي كثير في كل الجامعات في المملكة، يعني مو بس في الرياض ولا حتى أبها، ولا ما يدرس بالطريقة الصحيحة. يمكن بعض الناس يعني بعض الميديكال ستودنت يعني ياخذ الاوبستريك جاينيكولوجي يعني تمشي كذا وخلاص يعني. فبالنسبة احنا نتكلم عن اللبس، اذا ممكن ترفع لي بس تمشي الشاشة معلش، ما أدري الصوت واضح ولا لا يا جماعة، أحس قاعد أكلم نفسي أنا. الصوت واضح؟ أوكي تمام. طبعا إحنا إذا نتكلم على الأوبستريك جاينيكولوجي، طبعا في أشياء كثير لازم إحنا حرباننا عليها. هي من التخصصات صراحة اللي يجمع النقيضين، يعني يجمع التخصصات الجراحية وتخصصات الباطنة، فيجمع هو النقيضين. فمن التخصصات اللي صراحة متعب أنك في البداية تعرف هل أنت صراحة انترستد في السبيشاليتي ولا لا. مثل ما كلكم عارفين الأوبستريك أصلاً يعني including the preconceptional, antenatal, child delivery, postpartum period, gynae, to include all the diseases regarding reproductive system, genital reproductive system, start from the brain, pituitary gland, breast, uterus, ovaries, cervix, vulva, vagina. All of those disease in this system, we have to be aware about it if you're just talking about gynae. واحدة من ال disadvantages of طيب دقائق بس خلينا نسوي ال presentation يبدو لي إنه نقدر نسوي من هنا. يا دكتور زياد، ايوه فيه بنجرب ممكن ارسل البرزنتيشن بس احاول قدر معلش التاخير شوي، بس امس كنت ناوب فالدنيا شوي محيوسه دقائق بس. ما بخلع صار عمرك. يا دكتور ترى ممكن إنك تتكلم إذا كان السلايدز عندك واضحة بالنسبة
بالنسبة لك أنت يعني تتكلم وبعدين نأخذ الأسئلة بشكل عام عن التخصص. دكتور زياد ترى الصوت مو واضح. اوكي سوري جماعه معليش اسف جدا يعني صراحه يبدو لي في لخبطه في البرزنتيشن مو قاعد يجيب الطريقه السليمه. طبعا ناخذ نظره عامه على الاوبستريك جاينكولوجي. طبعا هو اتس كونسيدر اباوت اوبستريك بيشنت اند جاينكولوجي بيشنت. اوبستريك بيشنت احنا نتكلم عن اول ذا جيرني ستارت فروم بري كونسبشنال pregnancy, childbirth, and also the postpartum. Gynecology, as we said, no cool disease in genital urinary system. You have to be aware about it. طبعا one of the this disadvantage of obstetric gynecology. كل يعني الناس يعني حتى undergraduate, postgraduate. حتى الناس الريزيدنت يعني which is busy and calls UT and هذا the most important thing that أو the most صراحة of skills اللي موجودة في الأوبستريك جينيكولوجي. الأو بي جي واي ان مشكلته مو في عدد الأونكولات بقدر إنه عدد الكواليتي أوف أونكول number of patient which is high number of patient also the high number of patient complain as well as the complication, high number of patient complain. Just talking about any patient, patient, she's pregnant and she just admitted to your hospital, an imminent delivery. Let's say, كل الناس اللي موجودين يعني جايين مع المريضة هذه جايين يبغون يفرحون يعني. If I will not accept صراحة any complication happened. That's why a high number of complication, sorry, complain, patient complain in the OBGYN. أغلبية الناس أو أغلبية الفاميلي ممبرز البيشنت إذا جست كيم يعني يعني عشان يفرحون في ولد موجود مباركة أو بنت فبالمقابل يصير في complication, يصير في ICU admission. هذه كلها تخلي ال high number of patient complain. Also the complication, يعني complication ممكن تصير في أي مريضة تخليك low risk patient. طبعًا إحنا we are lucky صراحة في الأوبستريك إنه most of our patients are and had good health condition, young patient, not known to have any medical illness. هذه واحدة من الأشياء صراحة اللي تخلينا شوية محظوظين. البيشنت ممكن تدخل ال L&D ward, labor and delivery ward, وبين delivered. After that she got postpartum hemorrhage, وبعدين تدخل ال OR, وصير complication, bleeding, and then ended with the ICU admission. The one of one scenario ممكن نشوفها في weekly basis ولا monthly basis. طبعا واحدة من الأدفانت طبعا هذا الأغلبية الديسادفانتج. طبعا واحدة من الأدفانتجز اللي موجودة which is good and quick patient outcome. المريضة تدخل المستشفى اليوم تطلع بكرة وتشكرك وتحس انك انت فكيتها من ازمه كبيره, سواء نتكلم عن الجاينيكولوجي كيسز ولا نتكلم عن الاوبستاتريك كيسز. طبعا احنا نتكلم عن هاي فلو بيشنت يعني 30 40 بيشنت ادميتد ذا داي افتر, على طول 30 40 بيشنت ويل بي ديسشارج. فالفلو العالي هذا ممكن كان افكت يور كواليتي, لكن الشيء الحلو والجميل اللي هو الجيد بيشنت اوت كم والكويك ريسبونس للبيشنت نفسه. كثير من الناس صراحه اللي نلاقي دعوات في الصباح في المساء في الانكول. الناس كثير مقدرين جدا التعب اللي تسويه. هذه واحده من الاشياء الحلوه صراحه انك تتعامل مع مريضه, تتعامل مع فاميلي, تتعامل مع هاسبند. هذه واحده من الاشياء اللي تخلي الاوبي جاني شيء جميل وحلو
وممكن تسوي شيء في ال we can do something. يعني هذا واحدة من الأشياء اللي يعني أقول لأي medical student, if you want to do something with your hand and your brain, you can go to the OBGYN. And also it's highly demand عندنا في السعودية, يعني إحنا في حاجة يعني صراحة. مهما صار العدد كثير, إحنا في حاجة السعودية. إذا كان الرياض في حاجة, فما بالك بالأماكن الطرفية. يعني أزولا الصراحة السب سبيشاليتي is very wide and there is a lot of varieties. يعني اللي يدخل أوبيجايني بعدين الآن حاول يختار السب سبيشاليتي كأنه واحد يختار تخصص جديد, يعني لأنه في different sub specialities و different quality of life و different patient type age. طبعا الحين تتكلم عن maternal fetal medicine اللي تتكلم عن high risk pregnancy, تتكلم عن reproductive endocrinology and fertility, نتكلم برضه عن female pelvic medicine and reconstructive surgery, برضه نتكلم عن gynecology and oncology. كل واحد منهم, كل واحد منهم له patient type, patient age. كذلك إنه في medicine, في surgery, if you consider about the medicine goes to the maternal fetal medicine and infertility. If you just want to be surgery to have surgical speciality, go for urogynecology, pelvic female and gynecology. هذه واحدة من الأشياء صراحة اللي تخلي لو بجاني شيء يعني مختلف تماما عن أي تخصص ثاني. هذا البيوتي اللي موجودة في الأوبيجاين, إنه تخصص مختلف تماما. ما نتكلم عن المدرسة, ما نتكلم عن السيرجري, له انتنسي الحالة يعني مختلفة تماما. طبعا ريزيدنسي بروجرام اللي هو 5 years تقريبا training program, 3 years junior level, 2 years senior level. طبعا الكومبتيشن از افرج, لكن الحين صراحة السنتين الأخيرة 3 سنوات الكومبتيشن صارت عالية مرة, خاصة من جهة الفيميل. وصرنا نشوف معدلات عالية, وصرنا نشوف حتى درجات الاختبار عالية, ريسيرشز خاصة في السنترز الكبيرة اللي موجودة في الرياض. طبعا الحين الايفالويشن ديورينج الريزدنسي, في عندنا التو بارت اكزام. بارت 1 اللي هو تو الاكزام تو باس ذا جونيور ليفل ييرز. بارت 2 از يوجوالي تو بي بورد سيرتيفايد. الحين شيء جديد سووه العام السنة اللي راحت, هو اللي أضافوا four formative progress test each quarter. يعني كل 3 شهور تقريبا يكون في اختبار, وكأنه تقييم. يعني كل 3 شهور في اختبار, ولازم تنجح في المجموع تبع الاختبارات هذه في كل سنة. هذا شيء جديد يعني. طبعا تم. طيب دقيقتين انا سمعت. طيب اوكي دقيقتين. طيب مش احنا خلصنا, احنا خلاص يعني. هو في الاول والاخير اللي هو يعتمد على الشخص نفسه, كيف شخصيه الشخص, ايش الاشياء اللي يحبها, ايش الاشياء اللي صراحه ما يحبها. طبعا الاشياء اللي مفترض توجد في اي واحد بيدخل اوبيجايني, انسان يحب الاكشن, يحب ما يحب الروتين, كذلك يحب التغيير دائما, يحب السيرجري بشكل كبير جدا, لانه كل يوم شيء جديد, كل يوم فيلم جديد, كل يوم اشياء جديده بتتعلمها. ما عنده مشكله في الهيفي لود, لكن هي كان دو شي كان دو سمثينج ان اتش ان كول. ثانك يو, شكرا جزيلا. واي سؤال ابدا تحت الخدمه. واسف جدا صراحه على موضوع البرزنتيشن ما ضبط والله. يا شباب اللي عنده اسئله الدكتور, اول سؤال يقول عدد الشفتات اثناء الريزيدنسي كاخصائي او كاستشاري كم؟ اخصائي واستشاري يعتمد على صراحه المستشفى نفسه, يعني يعتمد على المستشفى نفسه كيف البوليسي تبعه, لكن في الغالب هو حتى تتكلم عن تقريبا مثلا عندنا احنا 4 تقريبا, الاخصائي 5 والاستشاري في الغالب 3. طيب يا دكتور يقول هل القبول لها اولويه للطبيبات؟ يعني لا 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 ما في أولوية. طبعا هو موضوع القبول يعني يعتمد صراحة على المتقدمين في كل سنة, لكن ما له أي دخل في موضوع ميل أو فيميل. في بعض الناس يفضلون مثلا يكونون متساويين في بعض الناس, لكن في الغالب يعني على حسب المتقدمين. يعني
طيب يا دكتور، يقولون من ناحية الحالات الطارئة زي التوليد الطارئ، هو أنت ممكن أنك يعني يستدعونك لو كنت خارج أوقات الدوام، ولا كيف طريقتها؟ لا لا، ما في شيء خارج وقت الدوام. في مناوبين موجودين، يعني موجودين يعني الاون في كول حالة هم أنك اللي كنت أون كول فقط. اي اذا كنت موجود اون كول. طبعا انت تتكلم عن ايش؟ تتكلم عن بين كونسلتنت ولا سينير كونسلت، يختلف يعني تماما. يعني وانس ان اسمك موجود في الجدول ممكن تستدعي اي وقت، لكن تتكلم عن الريزدنسي والريجسترار وحتى الان كونسلتنت، ما في شيء اسمه هوم اون كول. اتكلم خاصة مع على الريجستفار او الاسيستنت كونسلتنت والريزدنت، في الغالب لازم يكونون ان هاوس اون كول، يعني اون كول في المستشفى نفسه. يعني طيب دكتور، يقول تخصص الاوبي جايني كان جميل في المرحله الدراسيه، لكن جربته بالمرحله الاكلينيكيه، شخصيا ما استفدت او ما جربت بحكم اني رجل، والفيميلز اكثرهم يرفضون، هل هذا الشيء راح يضرني كدكتور اوبي جايني مقارنه بالدول الاجنبيه بحكم المجتمع؟ لا لا، هو شوف كونك انترن يختلف تماما عن كونك ريزدنت. دائما حتى جون كثير، يعني ما شاء الله عندنا من الجنوب جون كثير في الرياض، وكذلك حتى في انترن كثير جونا من جامعات ثانية. كونك انترن خاصة الميل يختلف تماما، اللي تتكلم عن ريزدنت ميل مختلف تماما، وتتكلم برضو على اساس انك انت ميل ريزدنت جونيور ليفل عن ميل ريزدنت سينيور ليفل. كل ما تكبر في السنوات كل ما يصير الموضوع هذا ما عاد له أهمية كثير، وما عاد يأثر على البيشنت كير أصلاً. طبعاً على دكتور فكرة يقول نتكلم عن أمريكا وعن كندا ودول أوروبا، في نسبة موجودة من نسبة البيشنت ريفيوزال تو ميل فيزيشن. هذه النسبة احنا أقل منها بكثير ترى في السعودية، يعني بيرش يعني تتكلم عن بير شيفت ما يكون اكثر من تقريبا 10% من الكيسز، احنا اقل بكثير منها. دكتور يقولون ايش ممكن، ايش التخصصات الدقيقة غير الجراحية؟ طبعا احنا تتكلم عن احنا قلنا عندك مثلا في الميديسين هذا الاوبستاتريك، بس على الاوبستاتريك كل الاوبستاتريك ما يشوف جاينيكولوجي ابدا. الانفرتاليتي اذا حاب يعني مثلا تدخل انفرتاليتي، هذا في غالب سمول بروسيجرز، اشياء بسيطه، داي كير، ما فيها صراحه سيرجري، وغالبا مدرسة صراحه، يعني الا اذا في اذر سب سبيشاليتي بتاخذها. اليورجينكولوجي الانكولوجي بيور سيرجيكال فيلد. طيب يا دكتور، يقول ماذا عن يعني نظرة المجتمع للرجل اللي يدخل التخصص هذا؟ وش رأيك بما انك دخلت ما يعني؟ اعتقد انها موجوده اصلا هذه، يعني اذا انت بتحط لها بال يعني بتكبر في راس اي واحد، لكن في الغالب ما وجدتها صراحه، ولا هي موجوده يعني ترى في الريال لايف. هذه كل اشياء احنا نفكر فيها قبل ما ندخل. يعني طيب يا دكتور، عدد ساعات الشفت في الريزيدنسي والفولو تكون في فرق يعني ولا؟ والله ممكن تقصد عدد الانكولات، مو عدد الشفت، عدد الانكولات ممكن تفرق. يعني طبعا تقل ولا تتكلم عن تزيد؟ طبعا تتكلم عن الفيلوشيب، في نظام في الهيئه انه يعني ما يكون اكثر من 2 كولز بير مانث، هذا نظام الهيئه في الفيلوشيب. للريزدنت لا قبل كذا طبعا. كم؟ ايش تقصد قبل كذا؟ قصدك في ريزدنسي ولا ايه في ريزدنسي؟ احنا نتكلم على حسب المستشفى، لكن نتكلم عن نظام الهيئه تقريبا 6 7 كولات، ما تقل عن 6 للجونيور ليفل وما تقل عن 5 للسينيور ليفل. لو نتكلم عن 24 hours طيب، اللايف ستايل للتخصص يقولون انه يعني غالبا هل هو تحت ضغط؟ الدوام الاون كول نفسه يعني يعتمد على حالات نفس كثيرة. اي صحيح اي نعم، لازم نعترف هالشيء ان الاون كول نفسه يكون تحت ضغط. طبعا انا مثل ما قلت لك اتس كواليتي، يعني جودة الاون كول نفسه دائما تكون في الغالب ما هي تكون شيء كويس، يعني ما هي جيدة. الحالات كثير لازم تكون مصحصح كثير، لأن غالبية البيشنت اللي يدخلون المستشفى they are need to be admitted. ف يعني في ضغط ويكون تحت ضغط، وخاصة كل ما تكبر في العمر كل ما تصير توسع نظرتك أكثر، ويصير تصير responsible عن أكثر من area. تكلم عن obstetric gynae ER OR طيب يا دكتور.